والفني يدور حديثنا لهذه الليلة رفقة السيدات الكريمات وهن على التوالي الأستاذة هند ماحة الغيث باحثة وكاتبة. أهلا وسهلا بك أستاذة. شكرا للاستضافة. وتحضر معنا كذلك الأستاذة فاطمة البكاي كاتبة وشاعرة. أهلا وسهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا بكم. وكذلك الأستاذة سكينة المرابط أهلا كاتبة وسهلا. وشاعرة. أهلا وسهلا أهلا بك. وسهلا. وأخيرا وليس آخرا الأستاذة الغالية السبعي كاتبة وروائية وشاعرة. أهلا وسهلا شكرا. بك. أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذة أبدأ معك أستاذة هند، يعني الحديث عن المرأة الكاتبة والمرأة المبدعة، يعني هذا النقاش يعني حول المرأة المبدعة، كيف مثلا جسدتموه أنتم على أرض الواقع فعليا من خلال الروايات، من خلال الأشعار، من خلال الأجناس الأدبية التي أنتم بصدد إنتاجها؟ أولا المرأة بصفة عامة وبصفة خاصة المرأة الصحراوية لها إبداعات مهامة في مجال الأدب ومجال الشعر ومجالات أخرى عديدة، وليس حديثا بل في القديم كانت المرأة لها شراكات، لها كانت تقرأ، كانت تحفظ القرآن، كانت الأم و نعم، يعني المرأة في يعني مثلا ليست يعني الإبداع المرتبط بالمرأة ليس وليد اللحظة، يعني لا لا مثلا هو نعم متجذر نعم منذ القدم. منذ القدم. المرأة الصحراوية قديما كانت تعرف ب كانت مدرسة أولية للطفل، كانت تعلم الحروف وحفظ القرآن، وكتاب القرآن دائما معها هو الذي يعينها على حياتها و نعم. طيب شكرا لك أستاذة. أستاذة البكاي، مثلا يعني الحديث عن المرأة المنتجة يعني سواء أدبيا وفكريا من الشعر، الرواية، القصة وما إلى ذلك، أنتم أسستم رابطة نعم. مثلا لاحتواء هذه الطاقات النسائية، مثلا فكرة تأسيس هذه الرابطة؟ فكرة تأسيس هذه الرابطة يمكن القول بأن يعود فيها الفضل أولا إلى رئيسة الرابطة المركزية السيدة عزيزة حضي عمر. طبعا كان لها الفضل في أن تكون هذه الرابطة أصلا في جميع أنحاء المملكة، ورابطتنا هي تمثل رابطة كاتبات المغرب فرع العيون بوجدور. توصلنا بالوصل النهائي مؤخرا في بداية هذه السنة، والرابطة تضم عدد من الكاتبات ومن لهن طبعا يد في مجال الإبداع، خاصة سواء كان الكتابي أو الشعري. تحضر معنا طبعا بعض الأخوات، ولكن البعض منعتهم بعض أو منعتهن بعض الظروف من الحضور، مثلا الأخت بيروك العالية وهي باحثة وكاتبة لها طبعا هذه الطبعة الثانية من كتابها حكم وأمثال وأقوال مأثورة. الكاتبة العامة أيضا للرابطة وهي الأستاذة سعاد أم العينين، لها مؤلفات باللغة الفرنسية، هي الأخرى منعتها الظروف من الحضور. كما أن الأخت أمينة المال لها مؤلف إصدار إصدار وهو رقصة الوجع، ذكريات معلمة في الخليج، هذا إصدار طبعا قمت أو شخصي بعد تجربتي فترة أو مرحلة من الحياة كنت قد درست بها في سلطنة عمان. كما أن الأخت الغالية السبعي أيضا لديها محاولات ولديها قصص أو مجموعة قصصية إضافة إلى رواية، وهي رواية الأخت أيضا هند هند نعم. دماحة عندها كتاب طبعا ألفته يتحدث عن التجربة العظيمة التي مر بها والدها المرشد محمد الغيث، وأسمت الكتاب المرشد محمد الغيث حقائق وشهادات ووثائق، هو في طور التهيئة. لدي أيضا بعض المؤلفات هي في طور الطبع. كل هذه محاولات، محاولات طبعا لا زالت تحتاج إلى الكثير من الدعم، لا زالت تحتاج إلى يمكن أن نقول البيئة الواعية، لأن الإبداع يمكن أن نعتمد فيه على يمكن أن نسميها معادلة تفاعلية.
لابد أن يكون هناك هل نستطيع أن نقول بأن المرأة مبدعة أم لا؟ لابد لها من هذه يمكن الأساسيات، تفاؤل، الثقة بالنفس، في نفس الوقت أن تكون لديها أصلا موهبة وقدرات، إضافة إلى جانب آخر وهو البيئة الواعية. إذا جمعنا هذه الأساسيات يمكن أن تعطينا إبداع سليم. إبداع سليم. ومعنى أننا نحتاج طبعا إلى هذا الجانب، يمكن نقول بأن الرابطة الأساس منها هو طبعا أن نشجع الأقلام النسوية خاصة في المنطقة بأن تكتب. لا يمكن أن يكون أن نقول بأن الكتابة ستكون حكرا فقط على المثقفات، هذا خطأ. ما دمنا قد وصلنا إلى شأن بعيد في مجال محو الأمية، فالمرأة أصبحت تستطيع أن تكتب وتقرأ، ومن يستطيع أن يكتب ويقرأ طبعا تستطيع أن تكون عندها إبداعات. طيب يعني استاذ مثلا سيستفيض النقاش في هذه النقاط كثيرا. أعطي الكلمة الآن لسيدة سكينة المرابط، أهلا وسهلا بكم مجددا. الكتابة بالنسبة للمرأة مثلا يعني تستمد أفكارها من واقع معاش، عادة من رسائل تود إيصالها عبر الكتابة، مثلا سواء الشعر أو الرواية أو القصة. كيف تتعامل المرأة الكاتبة مع هذه المعطيات في إخراج المولود الجديد؟ الكتابة قديما أنا من العهد الجاهلي والمرأة تكتب وتقول شعرا وتنثر وترسم تماثيل وتنتج تماثيل، هذا في قبل الإسلام وصدر الإسلام. فبالإسلام تنورت، لأن دخل يعني في الشعر الجاهلي والشعر الصعاليك كانت المرأة دائما تكتب، كانت ترد وكانت تكتب. حتى في العصور يعني العصر عندنا العصر الأموي والعباسي والأندلسي، المرأة دائما كانت تكتب، وحتى في المجالس كانت تقول شعرا وكانت تكتب، ولو كان أن الكتابة كانت محتشمة ولكن كانت تكتب بأسماء مثلا مستعارة كزرقاء اليمامة مثلا وك بنت البادية أو بنت الجنوب أو بنت الجزيرة، المرأة دائما تكتب، صلتها بالكتابة منذ القديم، لأن تستطيع أن تحيك فهي تكتب. يعني نفس الدوافع اللي عند الرجل مثلا في الكتابة هي نفسها الدوافع اللي عند المرأة في الكتابة. ربما تعود مثلا قال المرأة أكثر خصوبة فكرية من الرجل أحيانا. المرأة فطرة، يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق المرأة خلق لديها الكثير من الأشياء. الرجل خلق لديه القدرة والتحمل والصبر، أي خلق لها الأحاسيس الجياشة. إذن أن الأحاسيس والفكر، وبالتالي تستطيع أن تجمع بين العاطفة للرجل والعاطفة للأبناء والعاطفة للأشياء التي تحيط بها. هي كما قال مثلا الدكتور عصام، الدكتور عصام يقول عن المرأة يعني هي تنتج كل ما بين الفكر والقلب، وهو هو القريب إلى الروح. أن المرأة دائما تستطيع أن تكتب أي شيء من خلال القضايا، من خلال ما يؤثر، من خلال لون، من خلال جلسة، من خلال أي شيء المرأة يمكن أن تكتب. في فرحها، في صراحها، في مشاكل مع الناس، تنقل مثلا الواقع، حتى واقع جارتها يمكن أن تحوله عندها، ممكن تعج مثلا من خلال كتابتها ظواهر اجتماعية معينة. يعني بالفترات. إذا المرأة يعني احنا وصلنا إلى الوقت الذي لا نتكلم عن المرأة الكاتبة، المرأة المبدعة. يعني هذه البواعث، يعني هذه الأمور اللي ذكرتها هي ربما تعد بواعث إضافية باش أن كتابة المرأة تعد متفردة شيئا ما أو بالمجال الواسع عن كتابة الرجل. أستاذ شكرا لك أستاذ سكينة الغالي السبعي. البعض مثلا يدخل في مقاربات يعني جزئية بين كتابات الرجل وكتابة المرأة بالقول أن كتابة المرأة ربما بين قوسين عند المجتمع الذكوري تكون كتابة المرأة تبقى ظل لكتابة الرجل. كيف تردين على هذا الطرح؟ أولا شكرا لاستضافتك لنا في برنامج حديث المدينة، يشرفني أولا أن أتكلم بصفة عن المرأة. بما أن الرجل
دوما في صراع مع المرأة، وهذه حقيقة نتعايش معها. أعتبر الكتابة رسالة يحملها الرجل وتحملها المرأة، نحن نفس الصراع مع الرجل. نحن نريد أن نوصل تلك الكلمات أو تلك الرسائل التي يحاول الرجل أن يوصلها، وهي تتخذ طبع حياتنا الاجتماعية. المرأة ما يستدعي الإنصات جيدا لما تكتب، لأنها تتحدث عن الواقع من زاوية معاشة، كربة بيت، كأم لطفل، كأخت للرجل، فهي توصل رسائل من أجل تغيير الواقع المعاش. بالنسبة لي أعتبر الكتابة هي رسائل، كما أعرف صديقات لي دوما تعرفني أن في منطلق الكتابة تجد حريتها. تكتب من أجل أن ترتاح، خاصة أنا في مجتمعنا قليل من تظهر لك أنها تكتب، خوفا من أن يطلع الشخص على مكنوناتها النفسية. أما بالنسبة لصراع المرأة مع الرجل فلا أعتبر الصراع بقدر ما أعتبره مساومة، من الأفضل؟ تنافسية شريفة. تنافسية شريفة. نعم. شكرا لك أستاذ غالية. ربما هي يعني الواقع المعاشي يقول بأن المرأة منذ يعني فجر الإسلام وهي يعني حاضرة بقوة في المشهد يعني الثقافي وفي المشهد الأدبي. عندنا حالة شاهدة مثلا كيف الخنساء كشاعرة شهيرة، ويعني نساء أخريات مثلا أبدعنا في مجالهن مثلا سواء الأدب أو الشعر وما إلى ذلك. شكرا لك أستاذة هند. دائما مثلا الحديث عن الكراهات التي تعتري او تعترض الكاتبه سواء كانت قاصه او كانت روائيه او كانت شاعره، هذا الباب ايش كنت تقولين الاستاذ؟ اولا تعقيبا على الاخت الغاليه، لان منافسه دائما المراه مع الرجل. نعم. هناك مساواه لا فرق بين الرجل والمراه. نعم. نفس التعبير ونفس التفكير ونفس التكوين، فهي دائما في الميدان مع الرجل في المعرفه وفي العلم، في كل تحصيل العلم في كل شيء في جميع الميادين، سياسيا اقتصاديا ادبيا. سؤالك اللي عنه هذا اللي تعانيه الكاتبات في المجتمع هون، يا ياسر خالق ياسر من الارهاصات وخالق ياسر من المشاكل اللي تتعرض لها من ناحيه الطبع، من ناحيه النشر، من ناحيه ياسر المسائل تتعرض لها باش تعبر ولا تكتب ولا تنتج، ياسر من معوقات تتلقاها اكيد. نعم. يعني هي الاكراهات بالنسبه لك انت مثلا اكراهات ماديه تعيق من ماديا من ممكن تقريباً انها تقتل حتى في المراه مثلا فكره الابداع او فكره انتاج مولود. نعم أدب. وهناك الحياء يغلب مجتمع. نعم. المراه الصحراويه بصفه خاصه تجد هناك العديد من المواهب، من العالمات، من الشاعرات، ولكن يمنعهم الحياء. نعم. حياة لا زال يلعب دور كبير في. نعم. تصدير. نعم. الكتاب والرواية. نعم. ولكن هناك شاعرات. نعم. نعم. شكرا لك فاطمة البكية مثلا على النقاش في هذا الموضوع، يعني ديال المجتمع والمرأة. يعني المرأة مثلا عندها بواعث وعندها يعني التزامات تجاه هذا المجتمع، عندها تحفظات هي مثلا لذاتها، تحفظت بان هذا المجتمع ربما ما غادي يسمح لها باش انها تعد مبدعه، او ان حتى اللي كتب كتابه تعد مثلا كتابه محافظه او محتشمه او تراعي حدود العادات، حدود التقاليد وما الى ذلك. يعني هذيك التبعيه للمجتمع، يعني بطبيعه الحال المراه جزء من هذا المجتمع، جزء من هذا الكيان، بالتالي خاصها تعد مثلا كتاباتها وابداعاتها تعبر عن هذا الواقع. ولكن كيف مثلا المراه ان تتحرر من تلك السلطه. نعم. المجتمعية طبعا. وبالتالي تعود قادرة للإبداع أكثر فأكثر. نعم. إذا قبل أن نناقش هذا الموضوع أريد فقط أن أعطي فكرة عن ما أسميناه بالإبداع الذكوري والإبداع النسوي. نعم. يمكن القول بأنه ليس هناك إبداع ذكوري إبداع نسوي، هناك إبداع رديء وإبداع جيد. نعم. كما تقول خناثة بن نونة. نعم. بأن هذا التمييز بين الإبداع النسوي والإبداع الذكوري يمكن أن نقول بأنه رهين بذلك الحجر الحريمي. مه. الذي يفرضه أو تفرضه الكتابات الذكورية شيئا ما. نعم. يجب أن يكون هناك تمييز. إننا لا نحكم على هذه الكتابات
بكونها ذكورة وبكونها نسائية، ولكن بكونها أدت المطلوب ووصلت إلى المبتغى كانت كما يجب أن تكون أو لم تكن، بغض النظر عن كونها. هذا من جانب. من ناحية أخرى يمكن القول بأن المرأة خاصة عندنا في الجنوب، كما أكرر دائما بأن الله تعالى وهبها، يمكن أن نقول بأنها نعمة تساعدها كأساس في الإبداع وخاصة في الكتابة، وهي الفصاحة، فصاحة في اللغة العربية. وكما يقال إذا انصاعت لك اللغة انصاع لك الأدب، فأكيد أن اللغة هي وعاء الأدب. هذا من جانب. لكن المرأة في الصحراء تواجهها بعض الإكراهات، أو نقول هي إكراهات كثيرة، تتمثل أولا في البعد عن مراكز الإشعاع الثقافي كما أؤكد دائما. من جانب آخر لا زالت المرأة رهينة الاهتمام بمجالات تملأ بها وقتها، وهي خاصة يمكن أن نقول مجالات ترفيهية واجتماعية، يعني أنها لا تعطي الوقت الكافي للثقافة. بينما نحن كما نعلم المجتمع يحتاج إلى امرأة مثقفة تواجه مشاكل الحياة، تشارك في قضايا مجتمعها، تساير هذا التقدم الذي يكاد يدير رؤوس هذا التقدم المتواجد طبعا في العالم. لكن نحتاج إلى الإبداع أصلا، يحتاج منا إلى ماذا؟ كما قلت دائما إلى التفاؤل، وإلى إمعان الفكر، وإلى التفرغ، شيء من التفرغ. إذا لم يكن هناك تنظيم وقت، ولم يكن هناك تفرغ، ولم يكن هناك اهتمام وبيئة واعية تشجع وتساعد المرأة على الإبداع، أكيد سنبقى دائما في نفس يمكن نقول الدوامة التي نعايشها، وهي أننا نشغل أوقاتنا بأي شيء هو بعيد عن ما يمكن أن يكون هذه المرأة. ونحن نعلم بأن المرأة تشكل في بلدنا ما يزيد عن نصف المجتمع، أزيد، هي ليست أزيد من نصف المجتمع. إذن كيف سيكون هذا المجتمع إذا بقي يعتمد على الرجل وحده؟ مجتمع أعرج يمشي على قدم واحدة، أو على الأقل مثلا يعتمد على تلك الصورة النمطية للرجل. نعم. عن المرأة. نعم، ولكن أكيد يجب أن يكون هناك، لا نحتاج إلى أن نقول المساواة المساواة، لأن بعض الدول المتحضرة تجاوزت كلمة المساواة. يعني يجب أن يكون هناك قول وفعل. المرأة إلى حد الآن يمكن أن نقول بأنها لم تعطى لها المكانة الخاصة التي يجب أن تصل إليها، خاصة في مجال اتخاذ القرارات، ويمكن أن نقول إثبات الذات، خاصة في المجال السياسي ولا في المجال قبة البرلمان أو في الأحزاب أو في غير ذلك. يعني لا بد أن ننظر إلى المرأة على أنها هي والرجل هما أساس بناء المجتمع. نعم. طيب. نعم. هذا هو الأساس. يعني جميل يعني ما تفضلتي به. أستاذة سكينة، مثلا دائما من خلال انطلاق يعني الكتابة، أو مثلا الداعي أو الدافع إلى الكتابة بالنسبة للمرأة، دائما مثلا كما قلنا قبيل أنه هو يعود إما واقع معاش أو فكرة أو تغيير حال، يعني تغيير حال كما أشارت الأستاذة فاطمة. هذه البواعث اللي تعود مثلا في المرأة، كيفاش مثلا أنها يمكن أنها تسقل دائما، تعود مثلا المرأة محافظة عليها باستمرار، بالتالي باش ما توقف عند جنس أدبي واحد أو مولود أدبي واحد، يعود مثلا بداية لعدة أعمال أدبية قادمة. نعم، أنا سأعود إلى النقطة ديال تجنيس الأدب. تفضل. تجنيس الأدب، لا، ليس هناك أدب نسائي ولا أدب ذكوري. الأدب أدب، كما يقول طه العميد، الأدب الذي لا يرقى إليه لا يعتبر بأدب. نعم. يعني هناك الجودة، هناك ما يقدم هذا الأدب، هناك اللغة، هناك المجاز. نعم. هناك البيان، وهناك المواضيع المثيرة والتي تخدم القضية. الأستاذة تطرقت إلى أن الأدب الذي لا يخدم سياسة البلد
ما الذي سنستفيد منه؟ نعم. إذن الأدب، لأن ابتعاد المفكرين المغاربة مثلا عن الجانب السياسي وترك الآخر يلعب بالسياسة، بدل أن المفكر السياسي، الأديب السياسي المفكر مثلا عبد الجبيري رحمه الله، مثلا هناك محمد بن جلون، هناك يعني القادة الكتاب الكبار المغاربة الذين فعلا ابتعدوا، يعني وهذا لوم عليهم. نعم. لوم عليهم لأنهم ابتعدوا عن الساحة الفكرية الأدبية، تركوا السياسة وانغمسوا فقط في الأدب. كذلك للأستاذ محمد العروي، وأعود إلى القضية تجنيس الأدب. عندما نجنس الأدب، من جنس الأدب؟ هذا ذكوري وهذا نسائي. من الذي جنسه؟ الرجل هو الذي جنسه. هناك اتحاد كتاب المغرب، وكان في 1964 كذلك شبه اتحاد كاتبة المغرب. نعم. وعلى إثره كانت الفكرة بناء أو كمشروع كإطار ثقافي الذي انبثق عن الفكرة ورابطة كاتبة المغرب. نعم. التي جمعت عملت على جمع شمل المغربيات. نعم. داخل المغرب وخارج المغرب. نعم. هناك المغربيات الكاتبات المغربيات لهن فروع في بلجيكا. نعم. في هولندا، في فرنسا، كذلك هناك في مؤخرا في هناك تسمية أخرى، هم الكاتبات الدوليات اللي تابعين لرابطة كاتبة المغرب. سؤالك اللي سولتيني عن الكتابة، يعني البواعث، أعتقد أن في التسعينيات إلى أواخر الألفية ما الذي يسود والذي يعم هي هذه الثورات العربية. لا أحد ولا واحدة لا يكتب أو لا تكتب عن ما يجري على الساحة الأدبية، على المساحة، على الساحة، على الواقع. نعم. عن الثورات العربية. إذا هناك مناصفة. نعم. الرجل يكتب والمرأة تكتب في المجالين، ولكن هناك مثلا شاعر أو كاتب، وهذه ملاحظة أنا استنتجتها بما أنني يعني لا أغادر المواقع الإلكترونية. هذا بعيدا عن الأدب يعني بالصحراء، أنا أتحدث عن الأدب عموما، عن الأدب عموما. نعم. تجنيس الأدب عموما، رواية وديوان شعري، الكاتب يكتب أنت بالياء وكنت بالتاء مربوطة، له ديوان وله رواية ومعروف جدا. إذن بينما كاتبة تكتب بالتاء المبسوطة، يعني كنت، يعني هذا هناك كذلك تضخيم الإبداع يضيع مثلا في المنطقة الصحراوية. أعتقد أنا في هذه المناطق الجنوبية، أعتقد أن المبدعات في الصحراء لم يجدن بعد من يحتضنهن كرام. مثلا الحمد لله احنا عندنا دابا الرابطة، ولو ان الرابطة يعني بدأنا فيها نحن يعني كل شيء كما نقول، انا لا اقول صفر درهم ولكن اقول زيرو وات. نبدأ. نعم. نحن بدأنا. نعم. مشاريعنا من عندنا، كل المشاريع نفكر في المجلة، نفكر في الجريدة، ونفكر في الكتب ومطبوعاتنا كل شيء، يعني كل شيء لنا فقط، خاصة منا إلينا. نعم. لا أحد يكترث لرابطة كاتبات المغرب. نعم. لا أحد، لا أي جهة مسؤولة تعترف الوطنية، لا وطنية ولا دولية. نعم. الرابطة تعاني. نعم. الرابطة تعاني، فأينك أنت يا أخي الرجل في ضمن الجمعيات التي تشتغل فيها؟ أليست هذه المرأة ابنتك، أختك، وكذا 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 وكذا؟ أليست نصف المجتمع؟ نعم. هذا هو سؤال. نعم. يعني. نعم. طيب، يعني شكرا لك. مثلا هذه رسالة مثلا للناس القيمين على شأن ثقافي، بأنهم مثلا يولوا هذا الملكات مثلا والمواهب اللي عند مثلا الصحراء عناية خاصة، لما يخدم بصفة عامة المشهد الثقافي والأدبي بشكل عام. أستاذ سباعي، الهوية الثقافية الصحراوية طبيعة الحال يعني عندها جانب من الإلمام وجانب من الإحاطة. واش مثلا أنتم كتشوفوا على أنكم
حامل مشعل حقيقي باش انكم امتنعتوا الهويه الثقافيه الحسانيه، الهويه الثقافيه الصحراويه، ومن خلال الاجناس الادبيه اللي كتكتبوا وكتمارسوا. الحقيقه اشارت استاذه سكينه المرابط على نقطه اساسيه، نعم، وهي ان ليس هناك دعم مادي، اضيف الى ذلك الدعم المعنوي. فالتربيه في اسره مجتمع منغلق يعتبر المراه كذات مسؤوله عن البيت فقط، هذا يشكل لديها حاجز منع فتح عقلها وتوسيعه المجال الخيالي اللي ممكن هي تبدع فيه، مجال الكتابه او الشعر او الروايه. اللي خلاني صراحة نكتب أول رواية ما أظن عنها كتكلم عن الشرف بما أنه أهم عنصر عندنا في مجتمع هذا البيضاء، كانت رسالتي هو هجوم المجتمع على المرأة هي بدون خطأ. يعني مثلا نقول طرحت في واحد الموقف يجعلها متهمة بدون ذنب، ومجتمعنا كيعتبر المرأة ما خصت خطة ذاك الحد اللي هو زوجها، أبنائها، إخوتها، إلى أن لا تخطاك ذاك الجزء يعتبره هو الرجل كشرف، شرف يمس يعني بما أنها ترى أو غيره. أنا واجهت مشكلة في إصداري في الجريدة، كان أول إصدار ورقي، كانت نظرة الرجل للصورة في الجريدة نظرة سلبية، يعني بما أنك تعب الأدبية وذات أخلاق رفيعة يعني ماذا تنشرين صورك في الجريدة؟ أنا أعتبر نشر صورة مرأة مهما كانت ما دام تخدم مصلحة العامة وتحدث عن زوايا تدافع عن حقوق المرأة، ظن أنا ما عندها مشكلة تنشر حتى في أي مكان. لكن أن تعد لأنها مرأة فقط يجب أن لا تفعل ذلك، أظن أن هذا نوع من الهجوم على المرأة خاصة. أما بما يخص التربية، أعتبر أنا بما أن المرأة هي الأم، هي الذات المفكرة، هي التي كما نقول بستان الذي يضم تلك الزهور الصغيرة، بما أنها هي ذات بعد أخلاقي فكري حسي معنوي أكيد سوف تخلق نوابغ فكرية تسمح لهم باستباحة خيالية. لا أظن أن أحد محدود تفكير سيفتح هذا المجال. أنا لولا أمي التي ترغب بذلك ووالدي الذي يفتح المجال للحديث في ذلك لا أظن أني وصلت لما وصلت إليه. لأن الحرية في الكتابة تحتاج إلى دعم عائلي قبل أي دعم على بعضه، وأتمنى أن يخلق هذا الوعي الفكري حاليا لفتح الباب أمام هذه كما أسميها أنا الزهور الصغيرة التي تحتاج لتصبح شجرة لتثمر لنا الثمار نستفيد منها مستقبلا ان شاء الله. نعم، يعني استاذ سبعي مثلا غير تثمينا لما قلتي، هو كتبقى مثلا دائما عند المراه السبق في انها كانت يعني صاحبه الابداع الادبي مثلا من خلال السيده العربيه زينب فواز سنه 1899 باصدارها حسن العواقب، ومن ثم تلتها لبيبه هاشم بروايه قلب الرجل. يعني دائما كتبقى المراه هي يعني سباقه لهذا، وبالتالي في نفس الالفيه تجبر نفسها في صراعات وفي مشادات أكبر، يعني مثلا في اثبات الذات معنى ذاتها ثابته عبر التاريخ. شكرا لك استاذه هند. دائما مثلا كنتكلم مثلا عن الهويه الثقافيه الحسنيه، هي كيف مثلا يمكن ابراز الخصوصيه الثقافيه الحسانيه من خلال الكتابه الادبيه والشعريه؟ اولا كاع قبل ما نتحدث عن الكتابه وعن الكاتبات وعن الشاعرات، اولا بعد نقطه مهمه لابد نشير لها هو انه لابد يعود هناك وعي ثقافي اولا، نعم، ومعرفي اولا، تربوي اولا، من فم الى نفكر في الكتابه ولا في التاليف ولا في شيء ثاني. وننصح انا الفتيات والشابات طريق الحمد لله اللي مجازات وعندهم شهادات وعندهم الحمد لله لحقوا بلاد بالعيد في القرايه، ما نقولوا لقوا اجازه ويطرحوها ويقولوا صافي السلام عليكم، بالعكس هون ننصحهم بانهم يوميا ولو ربع ساعه يقضوا كتاب يقراوه. لا بد، لانه هذاك هو اللي له يكون المجتمع واللي يربي الاسره واللي يفيدها هي ويفيد مجتمعها. بخصوص استاذ مثلا لانه الكتاب، نعم، الكتاب له قداسته وله مكانته الخاصه،
ما هو لأنه قراءة نقولوا عنها الرقمية ما فيها فائدة ولا فيها، بالعكس الكتاب يعني كتاب والأجناس الأدبية كان عندها قدسيته ومكانته الخاصة. لأنه رفيق وجليس مهم مفيد، ما يحتاج ريزو، ما يحتاج كونكسيون، ما يحتاج وي في، يعني تقرا في البادية، تقرا في البحر، تقرا في أي بلاصة. هذا بعد هو نقول انا عنه اهم شيء، النقطه المهمه ننصح بها بنات اليوم والشابات والفتيات. نعم يعني هذه القراءه والكتاب. نعم كتاب مفيد للمرافق الرفيق. يعني استاذ هذه مثلا نصيحه بالنسبه للفتيات مثلا مقبلات على يعني ممارسه الكتابه والله التاليف ما الى ذلك. شكرا لك فاطمه البكاي. دائما مثلا احنا نحو يعني في نقاشنا الليله ربما يعني أثرنا النقاش جزئيا حول الجوانب المتعلقة بالإكراهات التي تعتري العمل الفني خاصة بالنسبة للمرأة، ولكن كيف ما كان الحال، هل يمكن القول اليوم بأننا في الصحراء نفخر بأديبات، نفخر بكاتبات، نفخر بشاعرات، وهل عندنا أجناس أدبية ممكن أنها تعود في مصاف الأجناس الأدبية العربية والإفريقية والدولية حتى؟ يحضرني هنا قول أستاذة الكريمة زهرة الزيراوي، صحيح، الأديبة المتألقة، قالت كانت هناك سيدة وخادمتان، السيدة هي الثقافة والخادمتان هما السياسة والاقتصاد. انقلبت الآية في زمن المتقلب فأصبحت هناك سيدتان هما السياسة والاقتصاد والخادمة هي الثقافة. وإذا عدنا إلى هذا القول نفهم الكثير. يمكن القول بأن السياسة والاقتصاد اكتسح كل ما كان يمكن أن يكون الثقافة، خاصة في هذه المناطق، بالضبط هذه المناطق الجنوبية. لا يمكن الحقيقة لأي مجتمع أن يكون له وجود بدون ثقافة. ولكن إذا وجدنا أو رأينا بأن هذه السياسة والاقتصاد أصبح هما الأساس، فأكيد أن الثقافة ستكون في تراجع للأسف الشديد. يمكن القول بأن إكراهات كثيرة تطرح نفسها في هذا المجال، وخاصة عندنا في الصحراء، تعطى الأسبقية لمجالات كثيرة، ولكن نجد شيء من الإهمال الثقافة. هذه الثقافة التي تحتاج طبعا إلى أن تأخذ مكانتها الخاصة. لازلنا في البداية كما تلاحظ، حتى الإنتاجات قليلة، ليس هناك أي تشجيع على الطبع. وليست كل كاتبة قادرة على أن تطبع. هناك كاتبات مثلا ما لديهم مدخول مادي يمكن، وما ليس لديها مدخول مادي، فأكيد أن الكتابات تبقى رهينة الرفوف. رهينة الرفوف، لا أحد يشجع، ليس هناك توزيع. حتى الأنشطة الثقافية تعطى الأسبقية للأنشطة السياسية والاقتصادية أكثر مما تعطى الأنشطة الثقافية. هذا الباب أستاذ مثلا ماذا عن دور المجتمع المدني؟ إذن يبقى على المجتمع المدني أن يقوم بواجبه. المجتمع المدني هنا يجب أن يفكر في أن الرابطة لها دور، ولكن الرابطة حتى ستحاول أن تقوم بشيء. أستاذ يعني عندنا مقاطعة بالنسبة للرابطة. هي مكون يروم الحفاظ على الثقافة، الحفاظ على الثقافة والتشجيع على الكتابة، ولكن المتداخلين بالنسبة لمؤسسات الدولة، بالنسبة للشركاء وما إلى ذلك، كيف يمكن أن نحن مثلا يعني ما غاديش نقول أننا نقنعوهم لأنه الحال بين، لكن كيفاش أن ممكن أن نستثمروا هيك الإمكانيات ونستثمروا ذيك الدعاية واستثمروا استقطاب حقيقي مثلا بإقناع وبحجة وبدليل وبنجاعة باش حتى مثلا هاو الكاتبات الشاعرات وما إلى ذلك يجبروا ذاتهم، يجبروا هويتهم، وما تقمع أو تقبر المواهب كيف مثلا ذكرنا بحجة ما جبر باش تطبع أو ما جبر باش إذا العمل الثقافي الجاد أن نكتب وندعو إلى الكتابة. وقد بدأنا الحمد لله يمكن أن نقول تبني براعم الرابطة، ما أسميناهم براعم الرابطة، فتيات لديهن مواهب ورغبة في الكتابة.
في نفس الوقت من هذا المنبر أنا أوجه نداء إلى كل من تجد لديها رغبة في الكتابة أو لديها قدرات في مجال سواء كان النثر أو الشعر أو الحكم أو أي مجال من المجالات أجناس الأدبية. نعم. كل ما نستطيع أن نفعل هو أن علينا أن نعمل لأن يكون هناك عمل جاد ونأخذ الأمور بجدية وندعو الكل إلى المساهمة الفعلية. نتمنى أن تكون هناك أن يكون هناك تعاون مع طبعا المسؤول والمسؤولين ومع المجتمع المدني بصفة عامة. ولكن يبقى لدينا دائما يمكن أن نقول أساس واحد وهو أن علينا أن نعمل وندعو إلى العمل، أن نشجع على الكتابة، أن نشجع الأقلام النسوية، هذا كل ما نستطيع ونتمنى من الله التوفيق. نعم إن شاء الله. يعني أستاذة سكينة، يعني هذه الإكراهات اللي تفضلت بها الأستاذة فاطمة بمعية الأخوات الكريمات، حتى الرجل مثلا يعني يعاني في هذا الجانب. أنا مثلا كنشوف أنه كخارج نماذج هون من روائيين ومن قصصيين صحراويين شباب، حتى هم مثلا قبضوا على عاتقهم مثلا كتابة روايات وما إلى ذلك وطبعوها على مسؤوليتهم أو على حساب خاص. استحضر مثلا غير كيف رواية بقايا حول معزة الأديب يحضيه بوهدة، يعني حتى هو يعني من كتبها وعانى فيها ويعني وصرف من ماله الخاص وتحية لأن هذا أصلا الرواية يعني رواية فعلا، يعني رواية دي البقايا حول معزة كتبقى نموذج مثلا يعني لواقع، ولكن حتى مثلا ما كتخرج عن النطاق اللي كتعانوا منه الأديبة بصفة عامة، ثقافة بصفة عامة في المجتمع عنه. نعم نعم. يعني هذا الإكراه يعني كيف مثلا تغلبوا عليه أو كيفاش ما نخلوه أنه يحد من طموحنا، يحد مثلا من ملكة إبداع فينا؟ أولا هناك عتاب طويل كبير بالنسبة لوزارة الثقافة. نعم. وزارة الثقافة تعمل على قطيعة بالكامل مع كل المبدعين كامل، ولكن هي فقط تهتم بالمهرجانات كمهرجان مثلا. نعم. وانا لا اخجل من احد ولا اخاف من احد. نعم. مثلا هذه المهرجانات يعني الفولكلوريه، نعم اهلا وسهلا المهرجانات الفولكلوريه المغربيه بالحسانيه الامازيغيه العساويه الى غير ذلك، ولكن هذه المهرجانات التي تدخل في تراثنا نحن المغربي. نعم. ككل من شمال المغرب الى جنوبه اهلا وسهلا بها. نعم. نتقبلها. الكاتب الأديب. نعم. الشاب يبدع. الوصية الوزارة، آخر مرة كنا في جلسة في الملتقى الوطني بمدينة القنيطرة في 9 مارس، كان عندنا مع لقاء مع الدكتور قرمان اللي هو المستشار ديال وزارة التربية ديال وزارة الثقافة. الثقافة. نعم. يعني عملنا على تبني ولكن لحد الساعة ليس هناك أي شيء. تبني إنتاجات المبدعات على يعني تكلفة بسيطة، ولكن هناك المنجز. الكاتبات كما قالت الأستاذة، الكتابات لدينا في الرفوف وفيما يسمى باليسبيات. نعم. هكذا. نعم. ولكن من يتبعه؟ وهي أفكار الحمد لله أن الحكومة كأن استقالت لا تتحدث عن الكاتبة المبدعة أو الكاتبة المبدعة، ولكن الجمعيات نهضت. نعم. يعني الجمعية تضم مجموعة من الكتاب. نعم. هم بسيطين يعملون في أي ميدان بسيط، ولكن لديهم أفكار كبيرة. من يتبنى هذه الأفكار؟ نعم. لا تتبنى إلا الجمعيات، ولكن هناك الجمعيات التي تتبنى الشخص نفسه وتتبنى أفكاره، وهذا هو الخطر. لذلك فكما تجد أن يحضي بوهيدة مثلا الكاتب هو ينعزل يعني بمؤلفه، وأنا كذلك أنعزل بمؤلفه، والأستاذة تنعزل، من سيقرأ لمن؟ نعم. نعم. يعني يجب أن تكون هناك يعني ندوات، يجب أن تكون ندوات وطنية. نعم. وطنية ما بين المبدع وما بين المبدعة. نعم. كما يعني لذلك نحن ننفتح على الأدب الشرقي والغربي ونترك الأدب المغربي، لا أحد يسمعنا، لا أحد لا يكتر حتى مثلا حتى في سفرياتنا للملتقيات. نعم. داخل المغربنا الحبيب. نعم. فهي من جيوبنا.
أكلنا وشربنا ومسافاتنا وطرق. وهذا الذي قال عنه جلالة الملك يعني في الدستور يعني في دستورنا المغربي المناصفة، أن المرأة يعني يجب أن يعرف بالمرأة الهوامش. نعم. بالعكس الهوامش هي الهوامش. نعم. والكوادر هي الكوادر. هذا هي معاناة الأديب المغربي والذي يثبتها أيضا داخل مؤلفاته. نعم. نعم. شكرا. نعم. نعم. شكرا لك يعني لما تفضلت به أستاذة سباعي. يعني الآن ما المطلوب باش تصحيح الوضع، تصحيح المسار، أو على الأقل المساهمة في المعالجة أو في اقتراح حلول جذرية من شأنها أنها تعيد إعادة أو تحيين دور الأدب بالمناطق الجنوبية، خاصة الأدب اللي تعود للمرأة هي صاحبته أو هي كاتبته أو هي ملهمته أو شاعرته بصبيحة الحال. الحقيقة يجب أن لا ننسى أننا في مجتمع لا يقرأ. نعم. بدافع مواقع التواصل الاجتماعي وبدافع انشغالات الكثيرة التي أصبحت في هذا الزمن تمنع الشخص من يحمل كتاب ويقرأ، رغم أن قراءة الكتاب لا تشبه قراءة رواية إلكترونية. لكن الذي يجب أن نوصله الفكرة الأساسية للاتحاد النسوي أجل الكتابة هو الرقي بفكر الشباب ومعرفة أن الكتاب هو أساس الثقافة. لا يمكن أن أقول إنسان مثقف وهو لا يقرأ. نعم. أول شيء الذي حثنا الله عز وجل عليه هو في الآية الكريمة الأولى التي نزلت على صلى الله عليه وسلم وهي اقرأ. نعم. اقرأ. أنا لا أجد مجتمع يحب القراءة، هذا من جانب مجتمع. أما من جانب جمع وجمع هذه البراعم الجديدة التي تهوى الكتابة وتبحث عن أماكن خاصة بذلك تستدعي لحمل الكتاب والتعاون من أجل خلق ذلك تلك الأجواء التي تساعد على القراءة. نعم. هذا الجانب يحتاج فعلا إلى مساعدة في الدعم المعنوي والمادي حتى الاجتماعي لما أظن، حتى يخلق لدينا جيل واعي. نعم. مثقف. أكيد الجيل الواعي المثقف سيفتح لنا آفاق جديدة ويرفع مستوى مجتمعنا إلى النقطة التي نتمنى الوصول. نعم. إليها. نعم. أستاذة هند، دائما مثلا في استشراف المستقبل حول تحسين وضعية الأدب هنا بالصحراء، تحسين المقومات أو المسببات التي تجعل المرأة أكثر إنتاج وأكثر خصوبة في العطاء الأدب وفي الشعر وما إلى ذلك. الفكرة الأساسية اللي لازم الإنسان يطبقها في المجتمع المدني، ولا لازم وعي الخبراء وأساتذة أنشطة يوميا داعمة للشباب والجيال الصاعدة، تحببهم في الثقافة. الثقافة هي القراءة كيف قالت الأخت، ما دام ما كان قراءة ولا كان وعي ما ليكون كتاب ولا ليكون أي حاجة. يعني هذا أستاذ بالنسبة للقراءة كده. ماذا عنكم أنتم الكاتبات؟ كاتبات. أنتم شاعرات، أنتم قاصات وما إلى ذلك. في الوقت الراهن يعني شنو المطلوب؟ شنو الرسالة اللي تبغى تقولوا؟ شنو المطالب؟ أو مثلا من خلال هذا المنبر، منبر قناة العيون وبرنامج برنامج حديث المدينة، كيف ممكن أن تلحقوا رسالتكم؟ كيف ممكن تلحقوا مثلا مشاكلكم وهمومكم وما إلى ذلك؟ هو كيف مثلا هذه تأسيس رابطة كاتبات المغرب، الأساس فكرتها أصلا هي تشجيع الكاتبات. نعم. في الطبع، في النشر، في أي حاجة قدر المستطاع. نعم. ما يمكن. هي نعم. حديثة الولادة كيف قالوا الناس، وإن شاء الله ونتمنى المستقبل إن شاء الله تكون عندها إن شاء الله هو نتيجة مرتبة في هذا يعني الموضوع، مشرفة مشرفة تساعد وتنمي إن شاء الله كافي اللي يتمشى والملكات الله إن شاء الله طبعا. يعني إيقاد مثلا إن شاء الله هذا هو دورها، النماذج الحية وصقل المواهب. أستاذة فاطمة، مثلا في الختام في هذا الباب، المطلوب الآن صفتكم أنتم على رأس مكون يهتم بالثقافة، رسالتكم من خلال المشاكل الداخلية التي تعانون، من خلال يعني شهادات أو حالات للأخوات المنضويات تحت لواء الرابطة.
يقول العقاد: أنا أعيش حياة واحدة ولكن بالقراءة أعيش حياة متعددة غنية ورائعة. أدعو طبعا وأخص بالذكر النساء إلى القراءة. أكيد أن هناك إكراهات طبعا تتمثل في المسؤوليات التي تتحملها المرأة في البيت وغير ذلك، ولكن بشيء من تنظيم الوقت، نعم، إمعان الفكر، تنظيم الوقت، الرغبة، يمكن أن تستفيد. وكما قلت سابقا، المجال قد فتح حتى أمام من كنا يعانين من طبعا الأمية. نعم. أصبح هناك محول أمية، أصبحت المرأة تستطيع أن تقرأ وتستطيع أن تكتب. لا يمكن أن نقول بأن المرأة لا يمكن أن تبدع إذا لم تكن قد درست أو تعلمت، نعم، ولديها شواهد. نعم. يمكن أن تعطي، يمكن أن تبدع، يمكن أن تبح بكل ما بداخلها. نعم. لأن أصلا كتابة المرأة تتميز بالاحتجاج وبالبوح التحرري. نعم. وبإعمال تعمق داخل الذات. نعم. فلتكتب مهما كانت هذه الكتابات بسيطة، فلتعبر عن كل ما بداخلها، ولتحاول أن تشارك في نهضة مجتمعها. نعم. المجتمع يحتاج إلى المرأة. نعم. يحتاج إلى المرأة المثقفة أكثر ما يحتاج إلى المرأة التي يمكن أن نقول بأنها تنزوي بعيدا عن الثقافة وتنشغل بأشياء كثيرة، يمكن أن نقول ترفيهية، سطحية، اجتماعية، تبعدها، نعم، كثيرا عن واقع مجتمعها. نعم. المرأة يجب أن تشارك في قضايا مجتمعها. نعم. وكيف تستطيع ذلك؟ بالثقافة. نعم. الثقافة هي الأساس. نعم. 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 شكرا لك. نعم. أستاذة المرابط، في الختام يعني منظورك أو استشرافك للمستقبل في هذا الباب؟ أنا أقول أن أي مجتمع نهضوي حداثي هو المغرب. لماذا؟ لأن هناك مثلا في الشرق الكاتبات الروائيات في السعودية مثلا لم يكتبن إلا في التسعينات، ليس أنهم لم يكتبن، لم يبرزن إلا في التسعينيات. بالعكس، الكاتبة المغربية فمنذ الأربعينات وهي تكتب، ولو أنها بالحشمة. نعم. إلى الخمسينيات، إلى ما بعد المقاومة، إلى الستينيات، إلى هذا وقتنا الحاضر، المرأة لا زالت تكتب، وتكتب في القضايا، واتخذت المناصب، وهي سياسية، وهي مناهضة، وهي عاملة اجتماعية، وفاعلة اجتماعية. وعندنا في هذا الباب يعني مثلا أمثلة لنساء، نساء رائدات ناجحات يعني في نساء الأدب، رائدات كيخنة تبنونا، وكيف يعني صحيح، يعني ملكة العاصمي وليلى أبو زيد وما إلى ذلك، يعني أسماء صحيح، أسماء كبيرة، كبيرة مثلا شقت يعني كانت خير سفير للوطن مثلا في المنتديات الدولية. صحيح. ولكن أنا عندي واحد إشارة واحدة، تفضل. لأني دائما أعاتب المجتمع. نعم. وأعاتب الطبقة المثقفة. نعم. مجتمعنا المغربي لا يريدنا أن ننتمي إليه كمثقفين. وأنا لا، أنا أتساءل لماذا هذا المجتمع يبعد المثقف عن كل الساحات التي مثلا كالسياحة الثقافية. نعم. أنا يمكنني أن أمثل بلدي بمحاضرات، بندوات، لا أن أمثلها بالعري. نعم. والغناء، لأن لم نعد نسمع إلا الندوات الشعرية، الندوات العري. هذا أنا أعاتب، هذا عتاب يصل بإذن. نعم. الله إلى وزارة الثقافة. نعم. يعني سياسة. مثلا احنا في هذا النقاش حاولنا ما امكن ان نسلط الضوء على الجوانب التي تعتري يعني المشهد الادبي بصفه عامه هنا يعني المشهد الادبي. لا نريد ان ننتمي اليه على. نعم. على المجتمع. نعم. اتمنى مثلا تغيير هذه النظره او هذه يعني النظره يعني الدنيا أو يعني والإسهام في نهضة التنموية للمشهد الثقافي. الأستاذة السباعي، كلمة أخيرة. الحقيقة نقول كلمة أخيرة في هذا اللقاء الثقافي الأخلاقي الأدبي. نعم. أن المرأة ليست فقط كشكل يستعمل من أجل إيصال أشياء أخرى، المرأة ذات مفكرة، أديبة،
ناتجة تنتج يعني مجتمع جديد. المدرسة هي مدرسة حقيقة. أتمنى فقط من الجميع أن يهتم بالقراءة أكثر من أي شيء، لأن هي الوحيدة التي ستوصلهم لما يحلمون به. نعم. أستاذة هند، عندك شيء كلمة أخيرة قبل ما نتكلم؟ هذا المناسبة وهذه الجلسة الثقافية الممتعة نتمنى وتتكرر وتعطي أكلها إن شاء الله بإذن الله، وتشجع وحدين ثانيين إن شاء الله يعودوا يبدوا حتى هما وتشجعوا وتقدموا ويعودوا هما اللي يصنتون المجتمعات المدنية ويقوموا باللازم إن شاء الله. يعني هذا ما نتمناه حقيقة فيما يخدم المشهد الأدبي والفني والفكري بالأقاليم الجنوبية، وفي ذلك احتضان لكافة المواهب والطاقات التي تبقى يعني في الظل غير مكشوفة، وبالتالي فإنها مسؤولية مجتمعية للنهوض بالأدب بصفة عامة. في الأخير لا يسعني مشاهدي الكرام إلا أن أشكر ضيوفي، ضيوف حلقة الليلة السيدات الكريمات، وهن الأستاذة هند أماح الغيث باحثة وكاتبة، شكرا لك على طيب حضورك. شكرا. والشكر كذلك للأستاذة فاطمة البكاي كاتبة وشاعرة، شكرا لك على جميل حضورك. والشكر كذلك للأستاذة سكينة المرابط كاتبة وشاعرة، شكرا لك على طيب حضورك. والشكر أخيرا وليس آخرا للأستاذة الغارية السباعي كاتبة روائية وشاعرة، شكرا لكم جميعا. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. حديثنا لهذا الأسبوع انتهى، الأسبوع المقبل لنا حديث آخر. السلام عليكم. تقرب من حبل الوريد وسمعك اسمك مزجين يا رمد قدير. Thank you.
Thank you.
ونمت ومذلي